لمنتج جديد وهو لفة سلك SP-Link. طبعا SP-Link FTP سعر ممتاز جدا حوالي $80 متوفر في محل الماجد، واللفة ذات جودة جيدة جدا بالنسبة لسعرها ومناسبة لعملنا كأصحاب شبكات، وقمت بعدة تجارب عليها سواء في تحمل الماء أو الحرارة أو الشد، وأيضا في مقاومة التشويش بمدها بجانب أسلاك الكهرباء العمومي. نلاحظ يعني الغلاف الخارجي مقارب للD-Link على FTP، وبالنسبة لسعرها ممتاز جدا خصوصا للي يتورضوا واشتروا لفات غير جيدة في السوق اللي انتشرت في الفترة السابقة. طبعا أصل السلك داخلي ولكن استخدمت خارجي، وأعتقد في تقديري على قياسي لقوة الشد وقوة الهيكل الخارجي للسلك، أعتقد أنه إذا استخدم خارجيا في مناطق غير حارة مثل صنعاء وغيرها ممكن يدوم معك أكثر من سنة. طبعا موجود معهم سلك خارجي بدرجة أقوى ونسبة النحاس أعلى ولكن سعره أرفع، بإمكانكم تتواصلوا مع الوكيل تبع الماجد، أعتقد الماجد للكمبيوتر. نعم، لفة نسبة النحاس فيها 50%، وتعتبر جيدة جدا بالنسبة لسعرها. خلونا نخش مع التقييم مع بعض نشوف على نقطة نقطة. معانا التقييم هنا، تقييم SP-Link، المحل المتوفر عنده الماجد شارع صخر. قمنا بتجريب السلك على حدود 120 متر، واشتغل على 1000 بشكل طبيعي بشكل جيد جدا، يعني صراحة يعني نقل حدود 350 ميجا بايت في الثانية بالبنج سبيد في على بعد 120 متر، بجانب تشويش عالي من أسلاك الكهرباء الحكومي والتجاري، يعني ممدود، أنتم تعرفوا كوننا أصحاب شبكات، ممدود بجانبه. البي او اي صراحة جاب نتائج جيدة لكن ليست ممتازة، على ال 12 وال 9 فولت جاب على 25 متر اشتغل طبيعي، بعد اقل من 35 متر ممكن يشتغل لكن ترجع الباور تبع الواي فاي لو او ميديم، ما يشتغلش هاي باور، بتلاحظ فصل اذا كان الاكسس خصوصا 9 فولت. لذلك اعتبر 25 متر هو المسافة السليمة له، لا حد 30 متر ممكن ماكسيمم لتوصيل البي او اي في الانتينة. مع محول النانو اشتغل الى حدود 40 متر بشكل طبيعي بدون اي مشاكل. تمديد بجانب الاسلاك الكهرباء العمومي كما قلنا الى حد 120 متر لم نحصل على اي تشويش. اختبار الشد في العمود، طبعا عرفت اللي شد عنيف وهذا ما جذبني للصراحة، لم يتأثر بالشد والرفع ولم يستأكل الغلاف الخارجي رغم انه ليس مخصص للمتة الخارجي، ولكن يعني جيد جدا ما تأثرش، الغلاف الخارجي تبعه شبيه بالD-Link قوي جدا. اختبار تسريب الماء هذا حكاية، تصدق قطعنا 2 متر ودخلتها في الخزان 12 ساعة وفي خزان الري ولم يحصل اي تسريب داخل السلك. اذا التقييم النهائي ممكن نقول انه في توصيل اللان لحد 120 متر جيد جدا، للمودمات والاكسس بوينت اقل من 25 متر الى 25 متر ممتاز، من 25 الى 30 جيد، اكثر لا اعتقد ستواجه مشاكل. بالنسبه للاستخدام الخارجي اعتقد انه بيدوم فوق سنتين صراحه، على قوة التجربة الذي جربتها وأدخلت بين الماء. ممكن نشوف الفيديو الآن مع بعض بعد التقييم. بالنسبة للسعر $80 ممتاز جدا بالنسبة للأسعار الأخرى الموجودة في السوق، طبعا السوق ما عاد يتحمل ان احنا نشتري أسلاك غالية جدا، ما احناش عارفين كيف الوضع، فأعتقد سعر $80 ممتاز جدا. التقييم النهائي أعطيها من 8.5 إلى 8/10. لاحظوا معي أزلت السلك متر تقريبا ومغلف بشكل ممتاز، والآن ممتاز كمان لاحظ بدخل الداخل البرميل، بدخل الآن داخل البرميل، ما كمان لاحظ أنا دخلت داخل البرميل
رحت هذا طبعا برميل الري الخاص بي يعني بالاشجار تبعي، ادخلته في البرميل لمده فوق 12 ساعه صراحه الصباح الباكر. الان انا ادخلته وبارجع وقت المغرب، رجعت وقت المغرب ما بش اي تسريب حصل لداخل السلك. لم يحصل اي تسريب للسلك صراحة، ما حصلش اي تسريب، يعني عرضت الاختبار عنيف، وهذا يعني جيد جدا يعني. و عندنا استعداد، أي شخص لديه منتج يريد تجربته بإمكان الطلب الخدمة عبر الموقع الخاص بنا، سنعطي تقييم كما قلنا واضح وصريح سواء كان على المنتج أو له أو عليه. شكرا للمتابعة. كما قلنا اللفة المتوفرة في شارع صخر عند الماجد للكمبيوتر، وهو محل غني عن التعريف.